المركز الملك سلمان هو الرقم الأول الذي يقدم العون الإنساني للجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الإماراتي والكويت وكل المواد الدعم المالي الذي قدم لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية هو بالتعاون مع مركز الملك سلمان. حتى هذه اللحظة لا يزال الأشقاء في دول الخليج هم من يتحملون العبء الأساسي والأول في الجانب الإنساني.